مشاهدينا الأكارم، أهلا بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية لمتابعة التطورات في قطاع غزة في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي يدخل بقوة شهره الثامن وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية وتظاهرات مستمرة في الشارع الإسرائيلي تدعو إلى استقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع ربما منحه مهلة حتى الثامن من يونيو المقبل لعرض خطة واضحة لتطورات الأوضاع وما بعد العدوان على قطاع غزة. نتابع إذن مع حضراتكم أولا بأول ما يحدث في هذه التطورات. وإذن فقد تصاعدت حدة الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، حيث أمهل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس الحكومة ورئيس وزرائها حتى الثامن من يونيو المقبل لبلورة استراتيجية عمل جديدة لمرحلة الحرب وما بعدها تضمن إعادة المحتجزين. أضاف جانتس في مؤتمر صحفي أن من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون بجبن ويقودونها إلى المجهول، وأن جزءا من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم. هدد أيضا بأنه إذا واصل نتنياهو المضي قدما في طريقه الحالي فسوف ينسحب حزب جانتس من حكومة الائتلاف وسيتم التوجه لإجراء انتخابات. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن شروط جانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية. وفي بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أشار نتنياهو إلى أن جانتس اختار توجيه إنذار للحكومة بدلا من حماس في الوقت الذي يحارب فيه الجيش في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن حكومة الطوارئ مهمة لتحقيق جميع أهداف الحرب بما في ذلك عودة المحتجزين. من جانبه أكد وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير أن الوزير جانتس مخادع كبير، وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة منخرطا بشكل أساسي في محاولات تفكيكها. كما أشار بن غفير إلى أن رحلات جانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن إلا جزءا صغيرا من مؤامراته لتفكيك الحكومة، مضيفا أن الكاذب والمنافق هو من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية. كما اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي أن يقدم جانتس استقالته من منصبه فورا. وفي بيان له أشار وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى أن جانتس يريد جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة، مؤكدا أن حكومة الحرب أصبحت يسارية منذ فترة طويلة ووسيلة لإضعاف رئيس الوزراء وحكومة اليمين. كذلك قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إن تصريحات جانتس تأتي استجابة للضغوط الأمريكية وتهدف للضغط من أجل وقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية. وفي بيان له أكد سموتريتش أن بلاده سوف تنتصر سواء بوجود جانتس أو بدونه، داعيا رئيس الوزراء لاتخاذ قرار استراتيجي بشأن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة، مضيفا لن نتوقف حتى تحقيق أهداف الحرب وأبرزها القضاء على حماس وعودة المحتجزين وإزالة تهديد حزب الله. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته في قطاع غزة استعادت جثمان رون بنيامين الذي كان من بين 252 محتجزا في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري أنه تم العثور على جثمان بنيامين مع جثامين 3 محتجزين آخرين، تم الإعلان عن إعادة جثامينهم يوم الجمعة الماضي. وأضاف نقلا عن معلومات استخباراتية أن الجميع قتلوا في 7 أكتوبر. للمزيد انضم إلينا من لاهاي السيد زيد تيم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا.
سيدي، يعني في النهاية هناك ضغط متزايد في الداخل الإسرائيلي على نتنياهو، لكن هذا الضغط مستمر منذ عدة أشهر، وهذا الضغط لم يؤتي أي ثمار. بالعكس، لم يعد المحتجزون الإسرائيليون، لم تصل إسرائيل إلى اتفاق يعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى، وربما تتوغل إسرائيل أكثر وأكثر في رفح الفلسطينية. إذن ليس من ضغط كثير على هذه الحكومة، وربما هناك خطة ماضية إلى تحقيق أهدافها في النهاية حسب ما خطط نتنياهو. أستاذ أحمد، أسعد الله أوقاتك، الرحمة للشهداء والحرية للأسر والشفاء للجرحى. طبعا أنت إذا بتلاحظ منذ أسبوع تقريبا دار حديث كثير جدا حول الخلافات الموجودة ضمن الحكومة، غانس نتنياهو، والحديث عن خدمة، وقبل ذلك خدمة الحرديم في الجيش، وانخراط هذا التجمع الديني الذي رفض الانخراط، وتحدث كثيرا حول أنه لو أجبرتمونا سنضطر إلى العودة والهجرة إلى الأماكن التي أتينا منها. الحقيقة أن الحكومة أو هذه المجموعة التي لا تختلف في المنهج، لا تختلف في الأسلوب، لا تختلف في الطريقة، لا جنس يختلف عن نتنياهو، ولا نتنياهو يختلف عن بن غفير، والجميع في نفس السياق في نفس الأمور. لأنه الحديث اللي تحدث فيه اليوم حول أنه هناك حاجة فورية للتغيير، وأنه يجب في هذا الائتلاف الحكومي اللي دخل قدمنا ودخلنا فيه مع نتنياهو، كان هناك مجموعة من المتشددين أو الذين يعني شوشوا على هذه الحكومة، والمقصود هون هو اليمين المتطرف بن غفير وسموتريش. وأنا بعتقد أنه يقدم الآن هو دعاية انتخابية للمستقبل بعد علاقته وزيارته إلى أمريكا، وهذا الكلام أصبح واضحا، لأنه إذا بتلاحظ أستاذ أحمد لا يوجد خلاف في الطريقة، لا يوجد خلاف في الاستراتيجية، لا يوجد خلاف في التطبيق، ولكن هؤلاء يقدمون بعض الأشياء لمصالحهم الشخصية. هذا الكلام عارفينه ومتأكدين، لأنه لم يحققوا من هذه العملية التي قاموا بها من حرب إبادة حقيقية، وهذا العالم الذي تغير بشكل واضح، هو يعلن يوم أنه نحن ممكن ننسحب من هذه الحكومة، حكومة الطوارئ، أو هذا إذا لم يستجيب نتنياهو إلى طلباتنا، إلى ما هو مهم بالنسبة لنا. يعني الاستراتيجية، لم يتحدث مثلا عن ما هو ما بعد، عن الاحتلال مثلا، عن احتلال غزة، لم يتحدث أنه هناك انسحابات. هو تحدث عن أنه بدأ يألف من عنده، وكأنه هناك يوجد علاقة أو يوجد قوات عربية أوروبية بإسرائيلية من أجل القيام بالتنسيق والعمل في غزة ما بعد القضاء على المقاومة. أنا أعتقد هذا وهم. طب تعتقد هذا وهم سيد زيد؟ لأنه حتى الآن كل الأطراف العربية مثلا رفضت هذه الفكرة، رفضت من حيث الأساس، السلطة الفلسطينية رفضت، مصر رفضت، الأردن، يعني الجميع رفض هذه الفكرة. إذن كيف يبني نتنياهو أفكاره على هذه الأوهام؟ نتنياهو وغالانت وغانس نفس الأوهام أستاذ، نفس الأوهام. هم لا، يعني لحد الآن لم يوجد تصور على الإطلاق أي حرب، أي حرب أو أي شيء يقوم فيه يجب استراتيجيا بالحروب. هناك أشياء واضحة لما بعد أي عملية عسكرية أو لما بعد أي شيء يقوم به. الذي قاموا به هو شيء واحد، حرب إبادة، ضرب، عدم احترام القانون الدولي، لم يقوموا بأي شيء يعني على الإطلاق، ولا يوجد أصلا استراتيجية في هذا الموضوع إلا شيء واحد هو الاحتلال. لحد الآن، لحد هذه اللحظة يتخبطوا، يتحدثوا عن العرب مع العلم أنه لا يوجد أي دولة عربية تقبل أن تكون مشاركة على حساب الشعب الفلسطيني. السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين قائمين يستطيعوا
ولا يمكن أن يحكم الشعب الفلسطيني إلا الشعب الفلسطيني. هناك دولة احتلال، نعم هناك دولة احتلال جاثمة على أرض فلسطين، نعم منذ 57 عام، هذا حديث في الضفة الغربية وفي غزة، وفي 76 عام منذ عام 1948 هذا أكيد، ولكن لا يمكن أن يقبل على الإطلاق الحديث عن أنه وكأنه يتحدث عن شيء غير موجود، مع العلم أنه كل التقارير التي تتحدث اليوم تتحدث بشكل واضح، والمفوض العام للأونروا لازاريني يقول بأنه 800 ألف فلسطيني اليوم هم نزحوا أو تعرضوا إلى نزوح من أو ربع نص السكان بالضبط إلى مناطق أخرى غير آمنة. يعني مع كل معناته شو الهدف الذي حققه هناك بصراحة؟ يعني بعض الأمور لسيطرة قيادات من المجلس الحربي الذي أسسوا فيما بينهم، وهو طبعا القانون اللي أسسوا بالنسبة للحرديم الذي اليوم يطالبونهم بأنه يخدموا، لأنه عندهم وضع خاص على سبيل المثال أنه هدول ما بيخدموا مع نساء، لا يخدموا مع ناس آخرين غير متدينين، أنهم أوضاع خاصة. اليوم نفس اللي عملوا القوانين لهذه المجموعة الإرهابية كذلك أمر يطالبوا بأنه يدخلوا الخدمة، مع العلم أنه لا جانس لا بسموتريش ولا بن غفير يقبلوا بذلك، ونتنياهو لن يتخلى عن هاي المجموعة الذي تحميه من المطالبة بكثير من الأشياء الذي هم يحددونها، لا يمكن تحميه من القضاء، لا يمكن تحميه من المحاسبة، وأنا أعتقد إذا تخلى عنهم لا يمكن أن يقبل أن يسمع أو يستمع إلى لا لجلانت ولا حتى لجانس ولا لأي شخص. طيب سيد زايد، يعني بن غفير تحدث مخاطبا بن جانتس ربما بأشياء تصفه في النهاية على أنه خائن لوطنه، يعني تحدث مع الأمريكيين مع الجانب الأمريكي ويأتي بخطط لتفكيك الحكومة الإسرائيلية منذ يومه الأول في دخوله لهذه الحكومة، يعني هذا وصف يصل في النهاية إلى حد اتهام بالخيانة. طيب لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي دعا جانتس إلى ترك هذه الحكومة، وهو ما سيؤدي مباشرة لاستقالة نتنياهو. إذن يعني لماذا هذا الصخب الكثير في الداخل الإسرائيلي ولا نجد فعلا ربما يعني يذهب بهذه الحكومة أو يغيرها أو يحدث فيها تحركا ما أو خلخلة ما أو انهيارا ما تبتغيه المعارضة الإسرائيلية منذ يوم 7 أكتوبر؟ جانس تحدث اليوم بشكل واضح أستاذ أحمد، يحذر نتنياهو من أنه يجب أن يختار بين الفرق بين الوحدة وبين الفراق وبين النصر والكارثة. بن غفير يقول عنه أنه كاذب ومخادع، وهذول أقطاب الحكومة إذا تحدثوا بهذا المستوى الذي يعني يسمى بالسياسي انحطاط تام، لأنه لا يوجد عمليا إلا استراتيجية واحدة بينهم جميعا ألا وهو حرب الإرهاب، حرب الإبادة الحقيقية، ولكن يوجد خلافات على مصالح شخصية، يقدم كل واحد أوراق اعتماد جديدة. يعني هلأ جانس هو يقدم ويحاول أنه خلق انتخابات، وحدد ذلك قال قبل سبتمبر بالحلف الواحد يجب إنهاء هذا العمل وإنهاءنا من موضوع غزة، وحدد هذا الموضوع استنادا إلى أشياء هو برأيه يراهن على تفكيك هاي الحكومة. إذا كانت الحكومة موجود فيها جان، موجود فيها بن غفير وسموتريش واليمين المتطرف وإلهم الأعداد الأكبر، لا يمكن أن تنهار إلا بانهيار الائتلاف أستاذ أحمد. وأنا بعتقد أنه اليوم المفروض إن كان يعني جالانت ولا كل هؤلاء الذين يقولبيد، يجب أن يكون هناك استراتيجية ويجب أن يكون هناك ورقة عادية يقدموها إلى المجتمع. لم أسمع كلمة واحدة اختلفت عن ما قال به نتنياهو إلا خلافات، لم يتحدث عن استراتيجية موضوع غزة، موضوع استراتيجي ما بعد من سيحكم غزة بعد كثير من الأشياء، بل هم الذين طلبوه بهذه الورقة وحددوا له موعدا هو 8 يونيو المقبل. لكن صح، ليست هذه المرة الأولى سيد زايد التي يمنح فيها نتنياهو وقتا لتقديم استراتيجية ما للعمل في غزة لتطوير الهجوم أو إنهاء هذه العملية باستعادة المحتجزين الإسرائيليين،
ونتنياهو طوال الوقت لم ينفذ ما طلب منه حسب الوزراء في الحكومة، فهل سيصل في النهاية بعد 8 يونيو إلى حل يرضي أطراف الحكومة الإسرائيلية؟ أنا أعتقد أنه لن يصل إلى حل إلا الحل الذي يضعه في رأسه نهاية الحكومة اليمينية المتطرفة لسبب جوهري أستاذ أحمد، ولأنه هو متأكد تمام التأكد من أنه إذا أوقفت الحرب اليوم ووقف دم هذا الذي يرتكب من حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني سيذهب إلى المحاكمة، وهو ما لا يريده. فلذلك إذا بتلاحظ أستاذ أحمد سابقا كل ما قدم بأنه يكون في وقف لإطلاق النار مثلا يقولوا لا، وقف إطلاق نار كامل، وقف إطلاق نار جزئي، لا ندخل رفح، يدخل رفح. لذلك هو يتقدم بشكل من أجل استمرار الحرب، ولن يستجيب لا لنداءات غانس ولا حتى لو استقال. أنا أشك أن يكون هناك استقالات كبيرة من أجل فرط الحكومة، ولكن هو يطمح بأن يكون هناك انتخابات مبكرة في خلال الأشهر القادمة، وأن يكون له الدور والباع الأكبر بأنه له علاقة في أمريكا، وأن يكون رئيسا للحكومة. كيف يمكن أن يكون رئيسا للحكومة بالأيام القادمة وهو لا يعني هناك يمين متطرف متشدد يسلح المستوطنين، يقوم بحرب إبادة حقيقية، نتنياهو يتفاخر بالقتال بشكل غير مسبوق، الكل شريك بهذا الدم الفلسطيني. هذا الائتلاف الحكومي اللي دخلوه مع نتنياهو كان هناك وحدات قوة فيه، وحدات القوة اللي تحدث فيها غانس اللي هي سموتريش وبن غفير واليمين المتطرف. هناك خلل كبير جدا في هذه الحكومة، هناك توافق على القتل وذبح الشعب الفلسطيني، والبرنامج الوحيد اللي متوافقين فيه مع أمريكا، ولكن هناك خلافات أنا أعتقد من أجل كسب الوقت واستمرار هاي العملية بطرق مختلفة، لأني لم أسمع أي استراتيجية يعني حقيقية. البعض يذهب بهذا الوقت سيد زايد إلى نهاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ربما تطمح الحكومة الإسرائيلية الموجودة الآن في عدم وجود بايدن، وربما تريد ترامب رئيسا لأنه سيحقق بشكل أو بآخر أهدافها حسب ما حدث في فترة ترامب الماضية. إذن هل نحن أمام سيناريو قد يمتد إلى بداية العام المقبل حتى تنتهي الانتخابات المقبلة ويأتي رئيس جديد أيا كان هو يتم التعامل معه بشكل مختلف إسرائيليا؟ أستاذ أحمد هذا الكلام اللي عم تحكيه دقيق وصحيح 100%. حقيقة هم إذا بتلاحظ هو المماطلة ثم المماطلة ثم المماطلة، يعني اليوم من خلال ما نسمعه من خلال لبيد أو غارانت أو غانس أو جميع ما تحدثوا فيه من فترة وما تحدثوا فيه من أشهر سابقة، حتى الجلسات اللي كانوا يجلسوا فيها ويتحاوروا فيها الثلاث، كان هناك خلافات واضحة بالتعبير بالجسد بالكلام، ولكن هم متفقين على ما يقدموه من حرب إبادة حقيقية للشعب الفلسطيني. لاحظ اليوم تحدث حتى في مسألة هامة جدا، أنه نحن يجب علينا وبشكل واضح العمل بشكل جاد لإعادة المواطنين إلى الشمال، لإعادة المواطنين إلى كذا، والتطبيع مع بعض الدول. كيف يمكن له أن يقدم هذا برنامج للمستقبل بالنسبة له ويراهنوا جميعا بما فيهم غانس ونتنياهو على الانتخابات الأمريكية؟ أكيد، لأنه إطالة حرب، إطالة المعركة، هذا يعطي لهم روحا للاستمرارية. ولكن اليوم لو وقفت الحرب اليوم أستاذ أحمد سيقدم مباشرة إلى العدالة، إن كانت العدالة في علاقة مجلس محكمة الجنايات أو محكمة العدل أو لما هنالك، من أجل الاقتصاص منهم لما ارتكبوه من مجازر تنده على جبين البشرية. ولكن اليوم حقيقة كل ما يدور وكل ما يتحدثوا به لا يختلف على الإطلاق، ولا من أي، لا نتنياهو ولا غانس ولا غالانت ولا أي حد ولا جميع، ولكن هم يقولوا لقد تعجلت يا غانس. يعني بن غفير عندما يتهبوا بالمخادعة والكذب والكذا، أنا أعتقد هذا جهارا نهارا يقولوا، وكأنه استعجلت، يجب عليك أن تتمهل قليلا لتكون الانتخابات الأمريكية ونحصل ما نحصل عليه، يمكن أن يكون رئيس آخر
رغم أنه بايدن قدم لهم كثير الكثير، ولكن هم طماعين وهم إرهابيين لا يقبلوا حتى بالنقد أستاذ أحمد، حتى بالنقد. ولاحظ ما تحدثوا فيه خلال محكمة العدل الدولية، ومن خلال ما تحدثوا فيه في أكثر من مجال. هو مصداقا لكلامك أستاذ زايد، يعني جانتس وهو أقوى منافس لنتنياهو حسب استطلاعات الرأي، لكنه حتى لو خرج من الحكومة بحزبه فلن يسقط ذلك الحكومة الإسرائيلية، لأنها مدعومة بأحزاب أخرى تساعدها في النهاية رغم خروج جانتس بحزبه على استكمال هذه الحكومة. فنحن إذن أمام يعني تحركات صفرية في النهاية لن تؤدي إلى شيء، وبالتالي لن يذهب جانتس إلى استقالة كما يطالبه لبيد، لن تتغير الأمور كثيرا داخل تكوينة مجلس الحرب الإسرائيلي. ربما سنستمع كثيرا إلى هذه السجالات وهذه ربما الأصوات الزاعقة وهذه الكلمات النابية في بعض الأوقات حسب ما توصف سياسيا، لكن في النهاية لا تغيير سيحدث. ابدا استاذ احمد، لا يمكن ان يحدث تغيير، وانت يعني حددت بصراحه بشكل سياسي وصحيح واستراتيجي اللي عم تتحدث فيه كلام منطقي مليون بالمليون. شوف اليوم لا، حتى لو انه طلع من الحكومه، خرج من الحكومه، هو يعتمد بشكل فعلي وبشكل قوي جدا على اليمين المتطرف، على سموتريش بن غفير بشكل واضح ومجموعات اخرى. اضافه الى ذلك، من تحدث عن موضوع الحرديم؟ ما هو نفسه غانتس هو اللي تحدث عن هذا الموضوع، وضع الاستراتيجية بهذا الموضوع. اليوم يلعبوا على يعني شد الأعصاب لا أكثر ولا أقل، هو لتحقيق مكاسب من خلال الجمهور، والكل يلعب على موضوع الأسرى، على موضوع المحتجزين اليوم، ولا يتحدث واحد فيهم على الإطلاق عن استراتيجية واضحة لما يقوم به هذا جيش الإرهاب الصهيوني. يعني يحاولوا ضرب كل الأوامر التي أتت من محكمة العدل الدولي، يحاولوا عدم السماح والسماع إلى مجلس الأمن الدولي، إلى المؤسسات الإنسانية. اليوم لما بتحدث المفوض العام للأونروا بقول 800 ألف رحلوا من رفح، هدول 800 ألف بني آدم، نساء وأطفال، لم نسمع من أي كان منهم إلا الاستمرارية بالحرب والقتل، ويلعبوا على المراهنة بالوقت من أجل مثل ما تفضلت قبل قليل على موضوع الانتخابات الأمريكية. الأستاذ يعني أحمد، لا خلاف في هذه الحكومة على ما يقدموه من حرب إبادي واستمرار، لا خلاف داخل الحكومة أستاذ زيد، لكن الداخل الإسرائيلي ما زال يتلقى أخبارا غير سارة بالنسبة له. يعني أكيد. يوم إعلان دولة إسرائيل، الاحتفال بإعلان دولة إسرائيل الذي هو يوم النكبة، بالتالي صحيفة يدعوت أحرنوت نشرت في صفحتها الأولى أسماء 1500 من الجنود القتلى الإسرائيليين في عملية غزة. هذا مضاعف، هذا رقم مضاعف عما أعلنه الجيش الإسرائيلي، أن ربما العدد لم يزد عن حوالي 760 جنديا قتلوا في هذه المعارك. إذن الجيش الإسرائيلي أمام الصحافة يكذب، أمام الرأي العام يكذب، يقدم أرقاما مضللة، النعوش تزداد، وربما في الأيام الماضية زار عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين، وهذا يضاف إلى غليان الشارع الإسرائيلي المستمر حتى اليوم أمام بيت رئيس الوزراء أو في الشوارع الرئيسية، مطالبين بوقف هذه العملية واستعادة محتجزيهم. فإذا كيف يمكن أن يبنى على حالة الغليان المستمرة داخل الشارع الإسرائيلي؟ هو يقدم بشكل واضح أستاذ أحمد، يراهن على هذا الموضوع بنفس السياق اللي تحدثت فيه. بن غفير ماذا يفعل؟ يسلح بعض المستوطنين، يوم عنده أكثر من 200 ألف شخص سلحهم، بنفس الوقت يحاول أن يضغط بهذه الطريقة، لأنه يعني أعتقد لو أنه عندهم إمكانية لاستماع للشارع وتلبية ما يقوم به الشارع، حتى موضوع المحتجزين وأهليهم والضغط والضغط الغير مسبوق اللي كان من لبيد ومن مجموعة المعارضة، في لحظة واحدة أمام موضوع معين الجميع اتحد على هدف واحد لقتل الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أنه هاي الدولة مثل ما تحدث اليوم غانتس، قال هناك وحدة قوة موجودة ضمن هاي الحكومة، وهناك تشويش كبير على هذه الحكومة. أعتقد أنه كل هذا الغليان وكل هذا المعارضة وكل هذا الموضوع
لن يؤثر على حكومة نتنياهو إلا إذا كان شيء من داخل الحكومة، من داخل يمين المتطرف. فلذلك إذا بتلاحظ لعب جانس على موضوع شو، على موضوع الحرديم، على موضوع أنه حتى لبيد قال لماذا أولادنا يذهبوا إلى الجيش ويقاتلوا بالجيش وأولادكم نائمون، ليش؟ يعني هاي المسألة أعتقد عماله يلعبوا عليها بشكل واضح جدا، ولكن اليمين المتطرف يستغلها من أجل أنه ونتنياهو كذلك الأمر يحاول ويصور وكأني أنا أدافع عنكم، أنا أدافع عن حقوقكم، أنا أدافع عن على وجودكم، وجود إسرائيل، وجود هذا الكيان الغاصب، اعتقادا منه بأنه سيحقق سلاما أو استقرارا في المنطقة على أساس أنه الأمر الناهي. وأنا أعتقد هذا وهم كبير جدا، مثل ما كانت أمريكا تعطينا وهما دائما. أنا أعتقد لا يمكن أن يحل هذا الموضوع على الإطلاق إلا بائتلاف أوروبي أو غير أوروبي وإسرائيلي، حكم الحل الأمثل هو احتلال وكنس هذا الاحتلال عن شعبنا. وأنا بدي أقول لك شغلة، حتى الأوروبيين إذا بتلاحظ أستاذ أحمد أنه ليش عم يضغطوا لمساعدة على رأسهم ألمانيا لعدم هجرة كثير من اليهود الموجودين في فلسطين إلى بلادهم الحقيقية. هذا ما يخاف منه الأوروبيين، وهذا ما سينتج لاحقا، وهذا ما سيقدمه كثيرين في تحليلاتهم القادمة. إضافة إلى ذلك، حتى هذا الميناء العائم الذي لا يلبي 1 أو 10% من طموح من ما يحتاجه الشعب الفلسطيني مع وجود معابر كثيرة، وكل هذا الأمر يصب بنفس السياق اللي تحدث فيه إن كان نتنياهو أو غانس أو كلهم يعملوا بشكل جاد على تجويع وقتل الشعب الفلسطيني وخوض إرهاب حقيقي وحرب إبادة حقيقية للشعب الفلسطيني. هي فعلا ولكن عملية تهجير مهجر وتقتيل مقتل وإصابة مقتل مصاب بالضبط. تماماً. يعني تماماً. هذا ما يحدث منذ 7 أشهر وربما ندخل في الشهر 8 للأسف. تمام. في هذه الأزمة. علي الحال أشكرك ضيفنا من لاهاي الأستاذ زيد تيم، الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، شكرا جزيلا لك. الآن نتابع تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. شفنا أشلاء، فإجا الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدى القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني باقتحام بعض البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تفتيش سيارات. أسف الشاهد بدمه. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنة وقرية الطبقة في بلدة دورة في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن شبانا فلسطينيين استهدفوا القوات الإسرائيلية بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بالضفة الغربية. أوضح مراسلنا أيضا أن قوات الاحتلال تقتحم حاليا مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وفي بلدة بلعة بمحافظة طولكرم أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، فيما تعرقل قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف للوصول إلى المصاب. كذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المداخل والمخارج المؤدية إلى مدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال وضعت حواجزها العسكرية على عدد من الطرق والمداخل والمخارج بمحيط مدينة أريحة، وتسببت بأزمات سير كبيرة، مشيرة إلى أن الاحتلال يعيق تحركات المواطنين عند المدخلين الجنوبي والشرقي للمدينة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية قرية دير أبو مشعل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. للتفاصيل تنضم إلينا من رام الله الزميلة ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، يبدو أن وتيرة التصاعد في الضفة الغربية
شديدة هذه الليلة، إلى أين يمكن أن تذهب بهذه الجغرافيا المتسعة؟ نعم، أهلا بكم. الآن نحدث هذه الأخبار العاجلة، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزلا داخل حي القرآن في مدينة صلقية، وإشباكات مسلحة ما بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال هذه اللحظات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة صلقية. إذن بالأخبار العاجلة التي كانت، الآن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حي القرآن بمدينة صلقية، وإشباكات مسلحة ما بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة صلقية. أيضا خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سلسلة الظهر كان هناك اشتباكات مسلحة، وقام مقاومون بتفجير عبوة ناسكة محلية أصنع خلال اقتحام هذه الآليات في منطقة سلسلة الظهر. أيضا نتحدث عن مزيد من الاقتحامات خلال هذه اللحظات، عن إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إبنة وأطبقة ببلدة دورة. ذلك كان خلال الساعات الماضية، حيث كانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورة وأيضا أطبقة، وكان هناك وابل من الغاز المسيل للدموع أثناء اقتحامها لهذه البلدات والقرى. وأيضا كان هناك اشتعال ل النيران في أراضي للمواطنين بقرية الطبقة جنوب دورة جراء إطلاق قنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين. أيضا قامت قوات الاحتلال باحتجاز عائلة فلسطينية برفقة أطفالها، وذلك أثناء عودتهم إلى منزلهم في حارة جابر بالقرب من مستوطنة كيات أربع المقاومة على أراضي المواطنين شرقي مدينة الخليل. هذا وقامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من النيران وأيضا قنابل الصوت اتجاه الفلسطينيين. أيضا كان هناك إغلاق لعدة مداخل ومخارج مؤدية إلى أريحة الاتجاهين، وكان هناك أزمة سير خانقة ولربما إعاقة أيضا لتحركات المواطنين عند المدخلين الجنوبي والشرقي للمدينة. وأيضا نتحدث عن طريق المعرجات وهيئة التسليم. قامت أيضا قوات الاحتلال باعتقال طفلين من بلدة كفر مالك شرقي رام الله خلال اقتحامها لهذه البلدة. وأيضا نتحدث عن إصابة لشاب برصاص المستوطنين في قرية عزموت شرقية نابلس. إذا سلسلة الاقتحامات ما زالت مستمرة، وأيضا الاشتباكات المسلحه ما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينه صلقيه لا زالت مستمره، ومحاصره منزل. لربما في هذا المنزل هناك بعض المقاومين الفلسطينيين، ولربما تتضح الصوره بعد قليل اذا كان هناك فعليا مقاومين داخل هذا المبنى او هي فقط تدريبات عسكريه ومناورات، حيث قالت المنطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن سيكون هناك تحركات نشطة لجنود الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك للمروحيات وأيضا لبعض الطائرات الاستطلاع في سماء الضفة الغربية. وأنت تتحدثين ولا نتابع هذه الصور التي تأتينا من مدن الضفة الغربية التي تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن الحصيلة هي مواجهات في مدن قلقلية، جنين، أريحة، الخليل ومناطق شمال غرب رام الله. هل فقط بوجود جنود إسرائيليين أم يشترك مستوطنون أيضا في هذه المواجهات مع الفلسطينيين؟ يعني في الاقتحامات الليلية دائما ما يكون هناك لجنود الاحتلال، ولكن إذا ما كان هناك بعض الأعياد اليهودية أو حتى لمجموعة من المستوطنين يريدون اقتحام سواء المناطق السياحية والتي يعتبرها المستوطنين هي مناطق دينية لهم بالنسبة لهم، تقوم قوات الاحتلال بحماية هؤلاء المستوطنين. ولكن في هذه اللحظات لا يوجد أي اقتحام للمستوطنين، فقط لجنود الاحتلال التي تقوم باقتحامات بين الحين والآخر لعدد من مدن الضفة الغربية وأيضا القرى والبلدات، ولم يبلغ عن وقوع أي هجمات للمستوطنين سوى إطلاق النار على قرية عزموت، على شاب في قرية عزموت، وذلك أثناء اقتحام المستوطنين لتلك القرية. ولا هل تعتقدين أن رقعة هذه المواجهات سوف تزداد لأكثر من المناطق الستة التي توجد بها حالياً؟
يعني في كل مرة هم إذا كان هناك اقتحام أو لجنود الاحتلال يتم اندلاع مواجهات أو حتى اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين، إذا كان هناك عدد أو مزيد من الاقتحامات في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية فيعني بديهيا يكون هناك اندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين المدافعين عن أراضيهم ومضطرين هذه الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية. يعني يخشى أن تنقل الحكومة الإسرائيلية جزءا من مواجهتها مع الفلسطينيين إلى مدن الضفة الغربية، ربما تخفيفا منها بشكل أو بآخر، أو حدة الاتهامات أو حدة الانتقادات الموجهة إليها في عملية غزة، فيمكن أن تنقل جزءا من هذه العمليات إلى الضفة الغربية. هل هذا يخشى الآن في الداخل الفلسطيني؟ نعم صحيح، يعني بنيامين نتنياهو وجماعته المتطرف يبحثون فقط عن نصر سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، كما حدث يوم أمس في مخيم جنين حيث استهدفت مقاتلة إسرائيلية حربية من نوع ذات في منزل مكون من طابقين، وكان هناك اغتيال لقائد كتيبة جنين من سرايا القدس إسلام خميسة الذي التقى شهيدا خلال إصابته بصاروخ مواجه من قبل طائرات الأباتشي. بنيامين نتنياهو وجماعته اليمين المتطرف يبحثون عن نصر سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، دائما ما تكون هناك بيانات لجنود الاحتلال أو حتى الناطق باسم جيش الاحتلال بالعربية يتحدث عن فقط قتل واغتيالات المتكررة لما يسميه اليمين المتطرف أو حتى دولة الاحتلال بالإرهابيين، لذلك فقط هم يبحثون عن مصر سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، ولربما يعني في قطاع غزة هو النصر الأكبر بالنسبة لهم. وهو لا يستطيع يعني الحصول على هذا النصر سواء من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. الزميلة ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرا جزيلا لك. أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أجبرت نحو 800,000 شخص على النزوح من المدينة. وفي بيان لها أشار لازاريني إلى أن الفلسطينيين أجبروا على الفرار مرات عدة منذ بدء الحرب في غزة بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا حتى في مدارس الوكالة، مضيفا أن الوقت قد حان للتوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع، خاصة أن أي تصعيد إضافي سوف يسبب المزيد من المعاناة للمدنيين. هذا وتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أضعف الدفاع هذا التواصل أضعف الدفاع المدني في القطاع وقلل من قدراته وإمكاناته، ما أدى إلى عرقلة جهوده في إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض. هذا الأمر الذي دفع ذوي المحاصرين إلى الاعتماد على أنفسهم في مهمة إنقاذ أحبائهم قبل فوات الأوان. في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتواصل معاناة الفلسطينيين الذين لا يستطيعون وقف العدوان فحسب، بل لا يقدرون حتى على إنقاذ ذويهم المحاصرين تحت منازلهم المدمرة. القدرات المحدودة لإدارة الدفاع المدني في قطاع غزة بسبب الحرب أجبرت سكان حي الزيتون الواقع جنوب مدينة غزة على الاعتماد على أنفسهم في مهمة إخراج أحبائهم من تحت الأنقاض. طبعا هناك عجز واضح لدى طواقم الدفاع المدني الآن في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ومن أهم ما نعانيه حقيقة هو قضية عدم توفر المعدات وعدم توفر الإمكانيات، وهذا الأمر أدى إلى أن يكون هناك عدم قدرة للتعامل مع المفقودين تحت الأنقاض بسبب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل على رؤوس السكان، وهذا الأمر طبعا يحتاج من أجل أن ننقذهم ونخرجهم من تحت الأنقاض يحتاج إلى إمكانيات ومعدات تخصصية مثل الحفارات مثل البواجر مثل الجرافات. العمليات العسكرية المطولة التي يشنها جيش الاحتلال أضعفت الدفاع المدني في غزة وقيدت قدراته، خاصة مع استشهاد 69 عامل إنقاذ على الأقل، إلى جانب نقص الوقود ما يعرقل جهود الدفاع المدني والإنقاذ. طبعا ما قدرناش نتواصل مع الأولاد
ولا مع جارنا لأنه خلص فقدنا الاتصال معهم. فلما راقت الدنيا جينا امبارح ما عرفناش نعمل إشي. اليوم جينا جبنا طبعا المعدات المهدات وذاك، فشفنا طلعنا ولد من الأولاد، فما قدرناش نكمل أطلوع لأنه صعب طلوعهم، فسبناهم وطلعنا. ومع عدم وجود خيار آخر اضطر بعض الناجين إلى إنقاذ أفراد أسرهم وأصدقائهم بأيديهم. إحنا طبعاً الشباب يعني بتكاتروا مع بعض، بيرفعوا الحجار بإيدهم بالأدوات التقليدية، باللعب الطرية، بالكريك، بالفاس، بالهذا، حتى يقدروا ينشلوا الجثمان تبع الشهيد أو تبع الطفل أو تبع المرأة، وبقوموا بتعرفوا عليه وبودوا لأهله. مبان مدمرة وحطام يخفي من تحته العديد من جثامين الشهداء وآلاف المفقودين الذين يترقبون من يخرجهم، وسط حالة من اليأس تسيطر على سكان غزة الذين لا حيلة ولا قدرة لهم في انتظار فراغة تنهي معاناتهم. أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب في قطاع غزة بمثابة جرح مفتوح يهدد بإصابة المنطقة بأكملها. وفي تغريدة على موقع إكس أشار غوتيريش إلى أن الطريقة الدائمة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف وعدم الاستقرار هي من خلال التوصل إلى حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن. العيش في قلب الموت داخل حطام الحياة، فلسطينيون لم يجدوا سوى بقايا وطن تم تدميره بشراسة وحوصروا براً وبحراً وجواً، منع عنهم الاحتلال الإسرائيلي الماء والغذاء وحتى الهواء، فلم يجدوا سلاحاً إلا الصبر والمثابرة، فالعالم أغلق عينيه وأذنيه عن جرائم الاحتلال. قرار بالتهجير القسري المتواصل عنوانه الطرد خارج قطاع غزة أو الموت داخله، فهذه الأسرة لم تجد منذ نوفمبر الماضي حلاً إلا الرضوخ لأمر جيش الاحتلال والفرار من شمال قطاع غزة في اتجاه الجنوب بزعم أنه آمن، والاحتماء بمدرسة دمرها القصف فوجدوها مكتظة بالنازحين. نزحنا في غزة من غزة يعني بتاريخ 11/11/2023، توجهنا إلى الجنوب، قلنا نتوجه على الجنوب لبنان على إنه الجيش الإسرائيلي كان حاطط إنه منطقة آمنة ومنطقة آمنة. جينا على خان يونس، قعدنا في مستشفى في مدرسة الإسراء، فكان في المدرسة تقريبا اللي قلنا قاعدين فيها لا يقل عن 4-5 عائلات لأنه كل شرط يعني. وأنت لا معك خيمة، جينا يعني كان الأطفال معاي ولادي، تخيل أنت حتى الأطفال نزحوا. أسرة فلسطينية منكوبة مثل مئات الأسر التي لا تجد مأوى أو مكانا آمنا في القطاع، لم يجد رضيعها سوى قطرات ماء يسد بها جوعه، ولم يجد أخوته أي فتات يصارعون قسوة العراء والعوز. أما الأمر الصادم أن جيش الاحتلال زرع في محيط المدرسة الألغام. يعني حتى أنا بالصدفة امبارح التقيت، كانوا جايين ناس من اليوان يونيسف من خبراء المتفجرات، كانوا بيبحثوا على الغام، قاعد تحكي معهم لأنه أنا يعني بجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية جيد جدا، فكان في واحد فرنسي بحكي معه فكان يقول لي المدرسة ولا هذه يعني لسه ما زال فيها الغام، وبالفعل طلع لهم أمامي يعني قال هذا الصاعق تاعه مرفوق والمكان خطير. قلنا له إحنا مضطرين، إحنا أصلا ميتين، أنت بتكون قاعد في غرفة أو في شقة أو في غزة ومالكاش علاقة لا في إسرائيل ولا في مشاكل، بنزل عليك قذيف بنزل عليك صاروخ، فالناس هنا شافت الموت كذا مرة. فرق الأمم المتحدة تكافح من أجل توفير بعض الأمان لهذه الأسر النازحة وتسعى لتطهير المناطق من الألغام التي زرعها جيش الاحتلال وتركها ولم يهتم بحياة الفلسطينيين الذين هجرهم قسراً، بل وقرر مجدداً تهجيرهم من الجنوب نحو مناطق لا تصلح للعيش. لم يتخيل هؤلاء الفلسطينيون الذين نجوا من النكبة في عام 1948 أن التاريخ سيعيدها بقسوة، لكن هذه المرة من قلب قطاع غزة.
يبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان زيارة إلى إسرائيل اليوم، وبحسب البيت الأبيض فإن سوليفان سيناقش عملية رفح الفلسطينية خلال زيارته لإسرائيل. تأتي هذه الزيارة لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في مجلس الحرب بني جانتس. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، يعني أجندة محددة يذهب بها سوليفان هذه المرة إلى إسرائيل، لكنه سيلتقي مجلس حرب منقسم على نفسه. هل سيقدم أجندة ما لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، أم سيذهب إلى ما بعد عملية غزة؟ أي أفكار يمكن أن يذهب بها سوليفان هذه المرة إذن؟ مرحبا أحمد. سوليفان في مهمة محددة في إسرائيل. أولا سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن بعده سيلتقي مجلس الحرب. الولايات المتحدة لا تهتم كثيرا بالانقسام الموجود في مجلس الحرب، ما يهمها هو النتائج على الأرض، أي الطلبات التي تطلبها دائما الولايات المتحدة من إسرائيل تريدها أن تتحقق. أربع ملفات رئيسية يحملها معه جاك سوليفان في حقيبته. الملف الأول ملف عملية رفح، وهذه المرة تحديدا جاء سوليفان لطرح بدائل لعملية رفح، ما قيل عنه إنها بدائل استخباراتية، أو ما وصفتها الدوائر الأمريكية بأنها بدائل استخباراتية. حتى الآن ما هي تفاصيل هذه البدائل؟ البعض أو بعض التقارير الإخبارية تتحدث عن أماكن محددة لقيادات وعناصر حماس، سيتم استهداف هذه الأماكن بدقة بعيدا عن التوغل البري أو العمليات الواسعة. هذا ما تريده الولايات المتحدة، وهذا ما قاله المسؤولون قبل زيارة سوليفان عندما قالوا إن إسرائيل لن تتخذ أي قرار بشأن توسيع عملية رفح إلا بعد زيارة سوليفان. فيبدو أن هذه الزيارة ستحمل تغييرا بشكل أو بآخر، أو ستحمل ربما طريقين أمام إسرائيل، إما الالتزام بالطلب الأمريكي أو بتوسيع العملية إذا أرادت. الأمر الآخر هو مسألة صفقة المحتجزين والأسرى، صفقة التبادل، اتفاق الهدنة، وهذه أيضا تريدها الولايات المتحدة، وتريد من إسرائيل أن توافق عليها في النهاية، وتريد أن تدخل في جولة جديدة من هذه المفاوضات بعد رفض إسرائيل لرد حماس الذي جاء على المقترحات التي قدمها الوسطاء مصر وقطر في المرة الأخيرة. ثالث أمر أو ثالث موضوع هو قضية دخول المساعدات. لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك إغلاق للمعابر، المساعدات لا تدخل، وإن دخلت يتم الاعتداء عليها من قبل مواطنين إسرائيليين، والقوات الإسرائيلية تشاهدهم فقط ولا تتدخل. كذلك عملية توزيع المساعدات يشوبها الفوضى. كل ذلك تريد أن تضبطه الولايات المتحدة مع إسرائيل، لأن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال هي المسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها على الفلسطينيين، سواء في شمال قطاع غزة أو في الجنوب في مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، والتي قد تشهد ربما عملية إسرائيلية واسعة أو برية ربما. الأمر ربما الأخير هو الاتفاق على أو تأكيد الهدف الأمريكي الإسرائيلي المشترك، وهو هزيمة حماس، وهو لا ينفصل كثيرا عن الهدف الأول أو القضية الأولى وهي قضية عملية رفح، إذ أن الولايات المتحدة تريد انتصارا إسرائيليا على حركة حماس، وتريد إبعاد حركة حماس عن الحكم في قطاع غزة في اليوم التالي، وهو أيضا من ضمن الملفات الفرعية في هذه الزيارة لسوليفان. ولذلك هناك هدف مشترك ما بين إسرائيل والولايات المتحدة بهدف هزيمة حماس، وسوليفان ربما يحمل بعض الحلول لهزيمة حماس دون الدخول في عملية برية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية. سوليفان استبق هذه الزيارة رامي بقوله إن حماس هي من ترك المفاوضات بهدف الضغط المتزايد على إسرائيل، فبالتالي هل سيأتي سوليفان هذه المرة بأجندة مفاوضات مختلفة لا تكون فيها حماس بشكل أو بآخر، حسب الموقف الأمريكي ربما المتكرر والمؤكد حسب ما قاله سوليفان هذه المرة؟ أعتقد أنه لا يمكن إبعاد حماس عن طاولة المفاوضات عندما نتحدث عن وقف إطلاق نار وهدنة. من يطلق النار؟ حماس وإسرائيل. إذن لابد لهذين الطرفين أن يتفقا على وقف إطلاق النار.
أيضا هناك ورقة أخرى مهمة للولايات المتحدة وهي تمثل أولوية، وهي المحتجزون لدى حركة حماس في غزة والذين بدأنا نرى بعض جثثهم الآن تظهر، وهناك إلقاء باللائمة سواء على الولايات المتحدة هنا من أسر هؤلاء المحتجزين أو على حكومة إسرائيل بالتأكيد، والتي تباطأت كثيرا في إبرام اتفاق هدنة، واتفاق الهدنة هو الذي سيؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين، والمحتجزون موجودون لدى حماس. إذن لابد أن تكون حماس طرفا على طاولة المفاوضات بشكل أو بآخر، والولايات المتحدة تعلم ذلك. نعم. هي لا تتفاوض مع حماس بشكل مباشر، في النهاية هي لديها وسطاء هم من يتفاوضون مع حماس وهم الذين يتلقون منها الردود وينقلون إليها الطلبات، ولكن في النهاية حماس مكون رئيسي في هذه المفاوضات، والولايات المتحدة تعلم ذلك وتتعامل على هذا الأساس. الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وصلنا بهذا لختام هذه النافذة من المتابعة الإخبارية المستمرة للشأن في قطاع غزة. سعدت بحضراتكم كثيرا، أنا أحمد بشتو، بعد قليل ينضم إليكم الزميل رعد عبد المجيد في استكمال لهذه التغطية المستمرة. شكرا لكم، إلى اللقاء.